مهلل هذا الماء طيب هذا الشيء اللي بقى فيه وكبير اش غادي فين هاد الغبره مع الديران الجماو وتوحشتك والله الا غبرتي عليا توحشك الخير فين اخوات الغبره وهنا والله ودي الله والله ما عرفتك فيك انت واش غدير كنتي مسافر ولا لا مسافر هلا مسافر يكتي في الخارج لا لا فيك انت انا في الداخل هنا اي يكتي في الشمال لا كتبيع وتشري اتفواجو جولة مزيانه صاحبي اللي مجال ما عرف بحق رجال ودي الجولة الله يحفظك فيك انتي كتجول من المدينه للمدينه مدينه للمدينه مزيان حدا جمور من هجوني من العذر كتب الحبس اي يا لطيف علاش عاوداني داونا العين عليهم مصيبه عاوداني العنق يا لطيف عاوداني العلو يا لطيف يا لطيف اش دير وعلاش هاد الشده والمكاتب وسا كيفاش المكاتب ما سولتيش علينا وفراسي ما يتعاود انا كنت انا ما كنتش هنا وعزيز عليا والله يا ودي الله راجي شاد الله راه في الحبس وجبتك الله يخلصك قلت لهم كون جابوا الجلالي بوحل 15 عام تا هو مشكي الله يغرق لك الشقف من عدينا اي وعلاش كنتي مشدود المضاربه المضاربه ديالاش لا ما فراش ضربتي مع الجيران لا مع من انا والوالده والوليد مع داركم عباس خويا يا لطيف يا لطيف يا لطيف حشومه صاحبي والله لا عيب بالله حليمه اختي كلكم اي خيمه كلها كلشي مضاربه وشكون اللي جبد هاد الصداع ونعاودها لك بحال والو صافي كيفاش انا جيت واحد الربطه ديال الكيف ايه كنقصص فيها عارفك مبليه بالشقوبه قصصتها فوق البير ديالنا ايه يلا صوب التقشيزه بغا يندوق ما جا الكلب ديالنا داك الزرق اي ايه كيلعب شتتها ليا بالقزيبه ديالو يا لطيف واش درتي معاه هزيتو من رجلي وانا نلوحو في البير لحت الكلب في البير اي مصيبه انا هاد عباس خويا ساق مخبار مشى قال للوليد الوليد طلع لي الدم الوليد جاز مدرة يا لطيف يا لطيف جا دري اختي تا هي الوليده اه الوليد بغى يضربني بالمدرة خويت عليه اه تعرف خوك معلم عارفك واعر هاو نجي فوق ونبرق بواحد الراس عبرتي عليا جيت وقادك مزيان نروح ماشي بيه اني راك واعر صاحبي ضربتي ضربتو ايوا زيد اجي احمد خويا تا هو وعباس خويا اه تا بغى يدار معايا كاين على عصا سير ندقدق فيهم طحنتيهم عفريت راه عارفك واعر الوالده هي بغات تضربني اه وانا نخوي عليها ضربتها لهاد البلاصه اللي كتخرج الصوت شي لا الوالدين واني راك مرضيه درك يا اختي تا هي شديتها من راسها دورت بها جوج دورات قبضتها مع الارض كلهم كانوا العصا مشاو داروا سيرتيفيكات يا ديك دوزتي شحال دوزتي فيها سنين ايوا سرك اصاحبي راك مسخوط الوالدين حشومه عليك باش وانت يلاه خرجتي دابا السيمانه هادي انا لقاني الوالد البارح قال لي يا ودي راه ضربتيه حتى هرستي لي 4 ضلعات ماشي حشومه عليك وحاضر انت ماك ما هرستيهمش حاضر هرسنا لي 4 ضلوع وقال لنا فمه هو في الجامع اتقى والله ضرب باك حشومه عليك اتقى والله الله يلا عيب والله ما فتنا لي ضلعه وحده بالله اي لا حشومه بالله انت مسخوط ترى هو بوطال وخرجتي ثاني علاش تخاصمتي معاه علاش كنعاودوها لك ثاني كيفاش خرجنا قلنا سيدي الوابي ما يحافش ما كاين باس قلنا توحشنا الكسكسو شحال هذا ما كناه ايه قلت له الوالده قلت له واحد الرابعه ديال اللحم ديال الراس قلت لها دير لنا واحد اللقمه ديال الكسكسو حسن من الطعام بحال الكسكسو بحال الطعام ايوا فورت لينا الوالده بدينا نتعشاو اه الواليد عجباتو ديك اللحمه هي اللي كاينه اه اطفى الشمعه مابقاش عندو العقل مسكين بنيوه ساط عليها بالعاني ايوا باش يطفى الضو ياكل اللحمه وما بخاطر اش درتي معاه عاوا طفى الضو انا حدايا المش شديتو شديتي المش معلم تراك واعر قلت للوالده شعلي الضو شعلوا الضو انا المش قاجو دايرو تحت الطابله الوالده شعلت الضو قلت للوالد بين اللحمه اللي كانت قال لي شوف كره المش قلت لي المش لا قوالب حط اللحمه معلم درت بحال كول كيتو كي باغي يشرطها كي لهوج بها اضربته هنا تقاسة نولي الرجال اش كيشوف شي الله الوالدين حشومة عليك اصاحبي الله يلا عيب عليك بالله تضارب مع باك هذا هو العوي اللي معاون وصاحبي كون راك بارك تحرث مع باك وقت الحرث هذا حرث مع باك لقانا مسكين كيبكي والله العادي معاود لي حشومة عليك واش يباني ما بقات فيه صحة لا لا نوض حرث مع باك وعاونوك والراجل تمسخوط والله الا مسخوط بالله
بقى فيك. انا لما كانتش الوالده والوالد حدايا والله ما نضوقوا ما كناكلش. لما كانتش الوالده حداك والوالد ما ناكلش، ما تحلاش لي الماكله. انا ما نعليهم داكشي. ولك انت راجل نوضه صاحبي، حرات مع باك الله يلاح حشومه عليك بالله. انت راجل انت فين نحرت معك؟ حرات صاحبي حرات. اش نحرت ورا وقت الحصاد هذا؟ الحرت ما حرتيش، ما حصاد مع باك. ايه حصاد معاك والراجل حصد معاه حتى الا بقى فيك. ورباك هذاك انا راه خدام وقاري انا بحالك، ما تحصد مع باك. درياتي عرفوني نحصد. انا والله ما انت راجل، انت مادام مسخوط ما خصش الواحد يهضر معاك كاع. حصد مع باك ما عنده صحه والله الا حشومه عليك. حصد معاه تمام. ويلي الله يهديك. شوف عمر هاد الكلمه ديال حصد مع باك ما تقولها. تقلقتي منا راه شي نهار نبرقق امك. صافي يا سيدي، من اليوم ما باقي نقول لك حصد. انا ماشي سوقي باك هذاك حصد معاه ولا دابا. على فمك. اسمح لي ياس. لازم هو اللي يحكم على فمه. اسمح لي يا سيدي، حصد معاه ولا دبر راسك. اسمح لي يا حصد. فين حصد راسي انا؟ الحصاد راه بالفلوس. كان معول عليا هو النهار الاول، انا نحصد ليه؟ اي لعب تاع الدراري. نود تعالى حصد مع باك بو مزيان. السلام عليكم. سلام. تحصدوا تحصاد ياك؟ اي نعم. واش عيب وحدك ولا معك الناس؟ انا خصني. لا معايا الناس، هما جايين معنا الناس. خصني شي 20 واحد. انا هما جايين جايين. شكون المقدم ديالهم نتفاهم معاه؟ انا هو المقدم. انت هو المقدم ديالهم؟ اي يا ولدي تمشيو تحصدوا معايا. الراس والعين. مرحبا بكم. يلا الله يبارك. شحال الثمن؟ وا سيدي شي عطانا 1000، شي قال 1200. شحال بغيتو؟ وا بغينا 1400 قلنا. ديروا 1300 يلا سي. فيها خير. فيها خير. بسم الله كالعربون. يلا نار هاكا ولد ما كاين بس. بسم الله الله يحفظك. يلا فنوضو. شحال انتوما من واحد؟ شحال معاك من واحد؟ انا واحد. انت بوحدك؟ وحدي. شت قلت لي مقدم ديال الحصاد؟ تاش من مقمقم؟ كل مقمقم على راسو. واش من مقمقم؟ انا راه نبغي شي سته الناس ولا سبعه ولا. ليش بلاش انا وحدي نقضي الغرض. مشي معايا. يلا مرحبا بك. يلا شحال عندك ديال زرعتك؟ شي 4 القطارات بحال كوك. يا سلام كملهم لك في نص النهار ونجيب حالي. مرحبا بك. يلا نوض يلا نمشيو. اخ نوض اوليدي. مرحبا بك. الخيمه قريبه نمشيو على رجلين. وين يبرك برك نسول لك بعيد. انا بسم الله. سول. خاصنا نتفانو. علاش؟ قال لي هذوك مالهم مخاصمين. قال اخويا ما فانينش ما متاوينش. قال الفانة من الوقر والسكوت من الغدر. وحق الله على منكر. ودي الحاج راك خبز. ما عندي ما يتسالك. معلم. ما عليكش. اه قول اولدي قول. مجوج ولا؟ علاش كتسول على الزواج؟ المراه اللي طيب لك طيب لينا الماكله ما ناكلوه. اي يا وليدي مجوج. لك تيزوفري شكون اللي طيب لينا؟ مجوج. واش انا قد كون مجوج؟ داكشي علاش بغينا نسول. مجوج. شحال من مراه عندك؟ وعندي مراه وحده. مراه وحده؟ بارك. ياك باقا صغيره بعدا تقد طيب ود. وشويه عندها شي 60 عام بحال هكاك ولا؟ 60؟ اي. وباقا صغيره اش؟ ونوض يلا نمشيو. كرة عدة دريات اللي عاونوا. لا وليدي البنيات ما عطاهمش لي الله. عدي على الولاد. عدي على الدراري. عدي شي 12 دري. 12؟ اي. ايوا. اي. كرهم غايبين يخدموا ما يجيوها من الليل. واش غنقول لك وليدي؟ عطاني الله واحد التريكه مسخوطه عا كيضاربوا ومشيو للحبس ومشيو للخيمه راهم عتم. يلا نوض دابا تشوفهم. يلا. ايوا. نوض يلا. اسمح لي يا ابو الحاج. مالك؟ هاك عربونك هاك. علاش؟ مبقيتش حاسد. ويلي نعال الشيطان اسا. لا عيان عيان شويه ما تشوفهاش. وحنا تفاهمنا دابا وقلنا غادي. وصافي. وقبيله قول لي ما باغيش نحصد نص ساعه هادي دوزنا معاك اسا. شو مالك؟ نحصد بزز. والله ما انت راجل بالله. انت راجل. قبيله قول لي ما باغيش نحصد. تفلعني واحد النخشه هنا في الركبانه. ويلا تا الخيمه ونديروا لك الدواء. لا ما تبراش هي ذا العام الاخر قدا الوقت. كتفلع الرجال الله يتبعك البلا. انت نوض بحالك. انت واحد الحمار انت. تفك الخير عندك 12 دري وباغي دير الحصاده. والله يغرق لك الشقف. كوكتي مزيان كره ولادك يحسدوا معاك. وجا النحس الله يتبعك البلا. سير بحالك. تبات تحسدت 12 دري ما توصلني الدغمه على شهر ونص. مزيان تبارك الله. السلام عليكم. باقي ما خرجتوا الحصاده؟ فين خرجوا؟ يخرج لك العقل. نوضوا ولا تحصدوا. شتك بقيتي وحدك كلشي خرجوا. اش بينا وبين كاس؟ نوض اودي بغيت تحصد. مرحبا بك. نوض. ما حاسد ما والو. شتك طالع لك الدم باغي تخاصمو. سيف ما يطلع لك الدم. مالك؟ ما
من جا اللي طلع لك الدم. شكين؟ جا واحد القمقم هنا بدي قال لك عاودوا تحشدوا معايا وعدي 12 دري ومرا وحده وما كاينش اللي طيب وبقى يفهم بزاف. كيفاش عدوا 12 دري وبغى يدي الحصاده من الموقف؟ ايه والله وليدي انا كون عدي ولد واحد والله حصاد من ديه. لك يرجع في الله. مالك زوفري؟ ماشي زوفري يا وليدي، انا اللي كتشوف فيا عندي ربعه ديال العيالات. ربعه؟ اه ياه. وداك الزهر وليدي اللي عطاني الله ولدوا لي عد الدريات، عندي 8 البنات. 8؟ اه. وكيفاش ابو الحاج ما ولدتيش الوليدات؟ شي سحور هذا ولا كيفاش؟ وليدي رجع في الله، راني مضيوم وراني فريد ووحداني وما عندي زهر. لا لا. وما عندي كتاف. وقال لك خيمه بلا ولاد. بحال القيطون بلا وتاد كيقولوا الناس الاولي. ربي يا وليدي لا تفكرنيش، راني مضيوم رجع في الله. واشكت واشكت. واشكت القلوب راه طيبين على واشكت. امي انت على تا وحداني تا امي. امي امي جرد الله. واشكت واشكت ابو الحاج واشني؟ كتبكي يا وليدي انت مضيوم. يتيم. يتيم. انا وليدي راه عزاز عليا اليتامى. يلا معايا مرحبا بك. لامي مالامو. يلا معايا ديرني بحال باك انا. ديرني بحال ولدك. مرحبا بك. رانا مقطوع من شجره. الخير موجود. ايه. كلوا اشربوا قابل لي حتى بلا حصاد ديما تما. لا لا. والحرفه ديال باك حاجه، انا راه عطار. كتعطر. كنغيب عامين 3 سنين عاد رجع للخيمه. ويني دريب انا. ايه. 6 شهور حتى العام. شحال كتغيب؟ عام 6 شهور. 6 شهور عام. عاد رجع للخيمه. كي والو. ايه. ما يتجمعوش لك الفلوس. ايش غدير؟ حدانا شي عطاره كيغيبوا 15 عام. ياه. كيجيبوا الفلوس بزاف. 20 عام. وقابل لي التوليدي قالك على الغدار؟ يبقى في الدار. مرحبا بك يلا معاك. انت ابو الحاج. اه. سير لباقي جيب تغيب 40 عام ولا 50 عام. وكان العربون بعداك شد بسم الله. تاب لا عربون. شد العربون. وين يا ابو الحاج وزك ديال المزح؟ والله وليدي مرحبا بك، ديرني انا بحال باك. ديرني؟ بحال ولدك. مرحبا بك. وابو الحاج. اه. انت جابك لي الله وانا جابني لك الله. جبنا ولدي واحد البراد ديالها تنشربوها تيعاد نمشيو للخير. الله يحفظك يا ابو الحاج. اللي باينه لي انت راجل مزيان. اه يبان لي انت مسكين حنين. الله يرضي عليك يا ولدي. اش غادي؟ الله يرضي عليك. الله يزين يا. يعجبوني الرجاله. يا ولدي ابو الحاج. اي. قول لي. اه. درقات مزوجين مطلقين ولا؟ وعندي ولدي 4 مزوجين ومطلقين. ايه. اي. كره يجيو رجالتهم يبغوا يردوا. كيجيو ولكن باك الحاج فيه النفس ما كنبغيش نرد ليهم والو. ما تردش. ايه. مع البوم. النفس. كون راجل نهار الاول شكون اللي قال لهم طلقوهم؟ صافي يا سيدي ما نردش ليهم. يلا وليدي مع البوم. يلا مرحبا بك يلا. قول لي يا ابو الحاج. اه. دابا انا مشينا تما وصلنا. ايه. انا راه كيضرني الجوع دغيا. والله وليدي تغدى تقبل ولادي نصيفطك الغدا. راه نبغي نحسد ونكون شبعان. اي الماكله مع الحظ عجيك الغدا. ها اي واش بغيتي؟ شكون اللي غايجيب لينا الغدا باش يجيبوه بالزربه؟ ويلي هذيك يتواو عليها الناس. الغدا راه الوالده ديالي توصل لك الغدا. مكو. اي 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 انت مشخوط تسخر والديك صح. امك مراه كبيره مسكينه جبا ما يتسخر. بحال الفقيه ديال الجامع حتى هو يجي يتغدى معاك. لا 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 ابو الحاج بلا خنمشي بحال ديك. عندي واحد الدريه بنتي عدات من الطلبه عارف ومعزيز عليهم الطعام عايجي بدا ياكل معايا يخليني بلا غدا. وعندي بنتي عدات من سنين هذيك توصل لك الغدا. دريه صغيره. اي طيحوا في الطريق هذيك مالي. مع الحرث. اه. سعاد بنتي طلقت يلا سيمانه هذه توصل لك الغدا هذه. هذيك بعدا. اه. هذه يا ابو الحاج بارك الله على ولدك. سلامه. انا راك واحد نمرود. الله يعاون.